حر. السابعة صباحا من تونس. الأخبار. أسعد الله صباحكم جميعا وبارك يومكم. هذه الإذاعة الوطنية التونسية، ومنها نحييكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ونقدم لكم نشرة الأخبار. إيقاف الدروس بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة بداية من اليوم وإلى غاية 3 مارس المقبل بعد رصد إصابات بكورونا بين الطلبة. وزارة الصحة تسجل 38 حالة وفاة و719 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ 20 فبراير الجاري. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن برنامجا للتكوين والعمل بكندا لفائدة المتحصلين على البكالوريا، وآخر أجل للتسجيل على موقع الوكالة يوم 28 فبراير الجاري. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. يتواصل بمختلف جهات البلاد تسجيل عدد من الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد، وفي هذا الإطار قررت جامعة قفصة بعد رصد إصابات بالفيروس في صفوف الطلبة إيقاف الدروس بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بداية من اليوم 2 وإلى غاية 3 مارس القادم. كما قررت الجامعة غلق مبيت جامعي خاص بقفصة يأوي عددا من طالبات المعهد التحضيري المصابات بفيروس كورونا. وفي بلاغها اليومي بشأن تطور الوضع الوبائي، سجلت وزارة الصحة بتاريخ 20 فبراير الجاري 38 حالة وفاة و719 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وبشأن السلالة الجديدة المتحورة لفيروس كورونا بتونس، بيّن المدير العام للصحة الدكتور فيصل بن صالح أن المعطيات الأولية لهذا التغير الجيني غير مقلقة، مضيفا أن عملية التدقيق متواصلة. اليوم في تونس عندنا سلالة جديدة، المعطيات الأولية نتاعها من خلال متابعة الوبائية هي نون انكيتون. هذا الرسالة اللي ماذا بينا نوجهها. التدقيق نتاع النتائج اللي توصلنا لها مازالت متواصلة، على خاطر اليوم عندنا كان نتائج أولية. اعتبر النائبان حاتم المليكي ونعمان العش في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن مبادرة رئيس مجلس النواب الشعب راشد الغنوشي بطلب لقاء يجمع الرئاسات الثلاث لحل الأزمة السياسية الحالية لا تمثل مجلس النواب الشعب. وقال نعمان العش النائب عن الكتلة الديمقراطية إنه لم يتم التداول بشأن هذه المبادرة لا بالجلسة العامة ولا بمكتب البرلمان، وإنما يمكن اعتبارها مبادرة شخصية لا غير. ومن جانبه بيّن النائب المستقل حاتم المليكي أن هذه الخطوة اتخذها راشد الغنوشي بعد أن عرضها على هياكل حركة النهضة، مشيرا إلى أن اتصالات جرت بين النواب والكتل البرلمانية أجمع خلالها النواب على أن مبادرة الغنوشي لا تمثل البرلمان. أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني عن فرص للتكوين والعمل في كندا توفرها مؤسسة التعليم العالي في مدينة كيباك لفائدة الشباب التونسي من المتحصلين على شهادة البكالوريا، ويمكن للراغبين في المشاركة في هذا البرنامج التسجيل عن بعد من خلال رابط متوفر على الموقع الرسمي للوكالة على الانترنت، وذلك في أجل لا يتجاوز يوم 28 فبراير الجاري. وتوفر المؤسسة الكندية تكوينا تكميليا في 5 اختصاصات تتعلق بالتصميم عن طريق الكمبيوتر وتطوير التطبيقات لفائدة المؤسسات والتصرف المالي والمحاسبة والتكنولوجيا في الهندسة، بهدف الرفع من القدرة التشغيلية لدى الطلبة التونسيين.
يطلق المعهد الوطني للاستهلاك بالتعاون مع منظمة الدفاع عن المستهلك قبل شهر رمضان المعظم وبداية من النصف الثاني من شهر مارس المقبل تطبيقة جديدة تحت اسم كود أونلاين، وستوفر هذه التطبيقة للمستهلك بيانات ومعطيات حول أسعار 5 منتوجات وهي الخضر والغلال واللحوم والدواجن والأسماك في أسواق التفصيل الموجودة على مقربة منه، وتخول له حرية اختيار الأسواق التي تكون فيها الأسعار في متناول قدرته الشرائية، وفق ما أفاد به المدير العام للمعهد مراد بن حسين. أنقذت قوات الحرس البحري بالمهدية 103 مهاجرين قبالة سواحل الشابة بعد أن تعطل مركبهم في عرض البحر. وأوضح الرائد علي العياري الناطق الرسمي باسم إقليم الحرس البحري للوسط أن هؤلاء المهاجرين يحملون جنسيات مختلفة على غرار السورية والمصرية والصومالية والسودانية، وبينهم أطفال ونساء. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. أهلا بكم من جديد. في أخبار العالم، فيروس كورونا يتسبب بوفاة أكثر من 2,400,000 شخص في العالم، بينما بلغ عدد الإصابات 111 مليون إصابة وفق تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى مصادر رسمية. السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا التي يقودها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة رئيسا للحكومة تستنكر ما قالت وزارة الداخلية الليبية إنها محاولة اغتيال نجا منها وزير الداخلية فتحي بشاغة في العاصمة طرابلس أمس الأحد. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يعلن أمس تعديلا حكوميا شمل عددا من الوزارات من بينها وزارة الطاقة. البنك المركزي السوداني يعلن أمس توحيد أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في إطار إجراءات تتماشى مع برنامج صندوق النقد الدولي، ويخشى أن تعمق هذه الخطوة الاستياء الشعبي في ظل أزمة اقتصادية مستفحلة. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يعلن أمس التوصل إلى حل مؤقت يسمح للوكالة بمواصلة عمليات التفتيش في إيران رغم بدء طهران تقليص عمل المفتشين الدوليين اعتبارا من الثلاثاء الماضي. فشل جولة مفاوضات تدعمها الأمم المتحدة لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي في التوصل إلى اتفاق. 7:08 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، هكذا نصل المستمعين ومشاهدين الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمانه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجه إذاعيا أنيس لوريمي، وتلفزيا شاكر بالقاسم. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين: إيقاف الدروس بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة بداية من اليوم وإلى غاية 3 من مارس المقبل بعد رصد إصابات بكورونا بين الطلبة. وزارة الصحة تسجل 38 حالة وفاة و719 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ 20 من فيفري الجاري. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن برنامجا للتكوين والعمل بكندا لفائدة المتحصلين على البكالوريا، وآخر أجل للتسجيل على موقع الوكالة يوم 28 من فيفري الجاري. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع حاتم بن عمر. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء. الإذاعة